بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، هسجل هبدأ معاكم التسجيل. ف هنبدأ بخصائص شريط القوائم وشريط الأدوات. الحقيقة الفيجوال ستوديو ريحتنا خالص وقالت لنا لو انتوا عايزين تعملوا شريط قوائم، لا أنا مش هخليكم تبرمجوها سطر بسطر، انتوا بس اعملوا شريط القوائم في الفيجوال، يعني ارسموها رسم كده، اكتبوها بسرعة كده، وبعدين يبقى عليكم البرمجة بتاعت شريط القوائم. يبقى فاضل بس البرمجه بتاع شريط القوائم. فعمايل شريط القوائم سهله جدا. في نوعين من القوائم، عندنا القوائم اللي هي القوائم اللي بتبقى فوق في اي برنامج، بيكون موجود قائمه في اعلى اي برنامج. القائمه دي يتم وضع كل الوظائف المختلفه التي يقوم بها البرنامج في هذه القوائم. وايضا توجد قائمة أخرى تسمى قائمة السياق. قائمة السياق بالرايت كليك بتاع الماوس. لو عملت رايت كليك للماوس بتظهر معايا قائمة اسمها الكونتكست منيو أو قائمة السياق. ففي نوعين، خدوا بالكم، في نوعين. شريط القوائم اللي بيبقى موجود في أعلى البرامج، في كل برنامج نفتحه الوورد، الإكسل، الباوربوينت، إذا كنا بنفتح برامج بتاعت قواعد بيانات وهكذا، فيجوال ستوديو، كل هذه البرامج يوجد في الأعلى توجد القوائم، وبالأسفل وأسفل القائم توجد شريط الأدوات. خلينا بس نركز على شريط القوائم. في نوعين من شريط القوائم، النوع الأول منيو ستريب، والنوع الثاني كونتكست منيو، كونتكست منيو أو كونتكست منيو ستريب. المنيو ستريب هي الجزء أو القائمة الموجودة بأعلى كل برنامج. أما الكونتكست منيو هي القائمة التي نحصل عليها بالضغط الأيمن بزر الفأرة. طيب خلينا نعمل برنامج بسيط ونشوف موضوع شريط القوائم ده هنستغله إزاي. أوكي تمام اوكي. هنرجع كده عند الصفحه دي ونبدا نعمل برنامج بسيط نستخدم فيه شريط القوائم. هنفتح البرنامج قدامنا كده، ارجو ان الفيجوال ستوديو يكون باين قدامكم، وبعدين كرييت نيو بروجكت، كرييت نيو بروجكت، بعدين هنختار CPP CLR Project، بعد كده Next، بعد كده هنختار اسم البرنامج، هنكتب مثلا Menu Program Notepad، بعدين نعمل Next أو Create. استنى عليه شوية لحد ما يفتح ويعمل لنا البرنامج الجديد. هيفتح البرنامج دلوقتي وهنشوف مع بعض ازاي نعمل شريط قوائم. يعني انا هقول لكم الموضوع اسهل مما تتخيلوا، بالنسبة للقوائم الموضوع اسهل مما تتخيلوا. فهنفتح كده مع بعض من هنا من الشمال. خدوا بالكم، انا يعني في حاجه كويس ان في بنات كتيره بتسال عليه. هتلاقي في حاجه اسمها السوليوشن اكسبلورر، لو انت بصيتي تحت كده في سوليوشن اكسبلورر، او الكلمه اللي فوق السوليوشن اكسبلورر دي، لو انا سحبت دي بتتسحب معايا عادي، اهي شايفين بتتسحب معايا عادي. طب لو انا سحبتها واخفتها مش عارف اجيبها تاني، يعني انا لو اخفتها كده كل ده بيتقفل. قفلنا كل حاجه اهو، وقفت الدنيا. اعمل ايه؟ بروح على فيو واكتب هنا واضغط على سوليوشن اكسبلور اللي هو اول واحد، سوليوشن اكسبلور، عايز ظهر تاني. اجي سحباه كده هتبص تلاقي فيه، بص كده هتلاقي فيه السهم يعني زي كروس كده موجود في الوسط. هروح عند الحته دي، هروح اقف على دي كده، شايفين المربع اللي على اليمين
اتغير، انا كده انا ساحب ولسه ضاغط على الفار، فهو كده هيتحول للناحيه اليمين. اسيب يرجع تاني زي ما كان. لو انا عملت كده فظهر لي الفورم وضغطت على الفورم، ف طبيعي ان ايه، ان انا قفلت شريط الخصائص. فنشوف كده، هنفتح الفورم مع بعض. فدي الفورم اهي، لو انا ضغطت كده هتلاقي دي ظهر معايا. لو حتى التول بوكس ده مش ظاهر، بروح برضو من فيو، كل حاجه جوه فيو، فيو اللي هو عرض، في حاجه اسمها التول بوكس، هتلاقي فيه تول بارز. تول بارز لا مش تول بارز، التول بوكس اهو، هتلاقي التول بوكس. تمام، لو مش ظاهر اضغط على دي يظهر على طول هنا التول بوكس، لو ده مش ظاهر. طب الخصائص، انا يا دكتور ده انا بحط هنا بلاقيش خصائص، هنا مفيش خصائص، الخصائص رايح فين؟ راحت فين؟ اضغط من لوحه المفاتيح F4 او اروح من فيو والاقي حاجه اسمها بروبرتيز ويندو، اضغط عليه هتظهر لوحدها كده برضو. ايه، اجي محركها واجي عامل كده وابص ايه المكان المناسب اللي ممكن احطها فيه. تمام، فممكن احطها هنا او ممكن احطها مع دي كده هنا، اهي مع دي كده هنا. تمام، اتحطت في المكان اللي انا ايه متعوده عليه، انت متعوده عليه يعني. طيب ده بالنسبه للناس اللي بتحصل معاهم المشاكل دي، طبعا وارد ان تحصل معاكم المشاكل دي، ده حاجه عاديه، وكل واحده منكم سالت انا بحترمها جدا لانها بتبين انها فعلا اشتغلت، يعني حاولت تشتغل ودي حاجه كويسه. طيب الجهاز ماله بطيء النهارده كده. فانا عايز اعمل شريط ادوات، شريط قوائم. فرح بتقول اف 4 بيعمل ايه؟ اف 4 بيظهر دي، بيظهر دي. لو انا ضغطت اف 4، لو دي مقفوله بضغط اف 4 تظهر تاني من لوحه المفاتيح. اف 4 هي ان انا اروح فيو وبروبرتيز ويندو، حتى تلاقي كلمه اف 4 او الزر اف 4 موجود على اليمين. هتضغطي هنا هتظهر معاكي خاصيه اللي هي شريط او نافذه الخصائص. تظهر نافذه الخصائص الى اليمين اسفل السوليوشن اكسبلور. فاف 4 هي اللي بتظهر نافذه الخصائص. عايزين اضافه قائمه جديده، كيف نضيف قائمه جديده؟ كيف نضيف قائمه جديده؟ في مشكله في الصوت؟ في مشكله في الصوت يا بنات؟ في نجلاء بتقول ان في مشكله في الصوت. هل في؟ خلاص يبقى هي عندها مشكله. حاولوا تواصلوا معاها وكلموها عشان تحل المشكله بتاعتها على ما ايه؟ ما نعمل موضوع المنيو. في حاجتين اتنين، في منيو ستريب وفي كونتكست منيو ستريب. فانا هروح على الفيجوال ستوديو وانزل المنيو ستريب الاول اهي. المنيو ستريب زي ما انتم شايفين كده هيبقى فيها فايل، اختار مثلا كلمه فايل نيو اوبن اكزيت. طبعا كلنا بنشوف القوائم دي في كل مكان. بعدين اباوت تيم مثلا او هيلب. تمام كده، ايه ده، هو دي القوائم خلاص؟ ايوه هي دي كده، عملنا قائمه. ايوه كده عملنا قائمه فعلا، سحبنا المنيو ستريب من هنا وحطيناها هنا اهي، نزلت تحت اهي. وبعدين اقعد اضغط وبعدين ابص الاقي ايه، ابص الاقي في حاجه كده زي صندوق صغير بيظهر معايا. لو انا عايز افصل، حتى لو عايز افصل جزء من القائمه، في حاجه اسمها سيبريتور، اضغط على اللي هو الزر الصغير ده اللي على اليمين ده واضغط سيبريتور. السيبريتور بيعمل لي فاصل كده،
واكتب ايه مثلا اي حاجه، اكتب مثلا ايه هيلب او اي حاجه، يعني انا بكتب اي حاجه بس عشان التوضيح. فبص الاقي ايه المنيو ظهرت بالشكل ده. لو انا عملت ران دلوقتي هيظهر لي، شوف دلوقتي هنشوف مع بعض. طبعا كل شويه بتكلم كده عشان ايه ما تحسوش ان الصوت قطع معاكم. ريام لو انت لسه جايه فانا عامل تسجيل، انا مسجل. طيب ولا لسه برضو الامور مش واضحه؟ فالران ده الران بتاعنا هنلاقي فايل ونيو، بس طبعا لو ضغطنا على اي حاجه ما فيش حاجه هتتنفذ، لان انا ما عملتش ايه، ما عملتش وظيفه لكل ايتم. فانا محتاج اوقف كده وبعدين اروح. طبعا ريان بتسال بتقول عملت ايه يا دكتور؟ طيب انا هقول على الخطوات بالظبط. دلوقتي انا عملت ايه عشان احط المينيو ستريب دي هنا؟ واروح ادور على حرف الام، فين حرف الام؟ اهو، واختار مينيو ستريب واجرها جر واحطها على الفورم دراج دروب. بعدين هتظهر القائمه هنا، لما تظهر اكتب عادي، يعني اقف واكتب عادي، يكتب بعدين احط الايه القائمه بتاعتي تبقى كلها موجوده. ايه رايكم نبدا بالاكزيت؟ الاكزيت كلنا عارفين الايه الكود بتاعها. لو ضغطنا دبل كليك عليها على الاكس، دبل كليك عليها، دبل كليك، خدوا بالكم، دبل كليك، دبل كليك تفتح الكود بتاع المنيو دي. فانا في الكود بتاع المنيو دي هفتح ايه، او المنيو ايتم ده بالذات، هقول له ابلكيشن، ابلكيشن اكزيت اللي احنا متعودين عليه، ابلكيشن اكزيت. فكده هيخرج من البرنامج. نرجع للفورمه تاني في الديزاين، وعايزين نعمل برمجه للنيو والاوبن دي. نعمل برمجه للنيو والاوبن. يعني ايه نيو اوبن؟ يعني نعمل نفتح ملف موجود على الهارد ديسك ونحفظ ملف موجود عندنا. عشان نعمل كده عايزين نعمل نوت باد بسيطه. يعني نعمل نوت باد يعني برنامج بسيط يفتح ملف تكست ويحفظ الملف التكست على الهارد ديسك. تمام؟ خلينا نبدا كده واحده واحده. هنروح نجيب تكست بوكس. انا دايما بتلخبط ما بين تكست بوك وتكست بوكس. ده اسمه تكست بوكس اللي هو صندوق النص. صندوق النص ده عشان يفرد معايا لازم اشوف خاصيه المالتي لاين، خاصيه اسمها المالتي لاين. انا رتبت الابجدي، فانا متاكد ان المالتي لاين في حرف الام هنا موجوده اهي، عاملها ترو. مالتي لاين يبقى ترو. بعدين افرد زي ما انا عايز بقى، احطه زي ما انا عايز اهو. ممكن طبعا ايه اعمل فيكس للويندو عشان ما تفردش معايا، يعني البوردر بتاعها يبقى فيكسد. في حاجه اسمها على الفورم، في حاجه اسمها بوردر ستايل، بوردر ستايل حاجه زي كده. هنشوف بوردر ستايل مش موجود هنا، هنشوف مع بعض. انا بدور معاكم اهو، فورم بوردر ستايل. بص شايفين فورم بوردر ستايل. سايزابل يعني يمكن تغيير الحجم. انا مش عايز اغير الحجم عشان التكست بوكس ده ايه يبقى جميل زي ما هو. هخليها سنجل فيكسد او فيكسد دايلوج، فيكسد دايلوج. هعملها فيكسد دايلوج. وبعدين هشيل الايه؟ هشيل الماكسمايز بوكس دي. الماكسمايز بوكس هخليه المينيمايز بوكس ده المينيمايز. انا عايز الماكسمايز بوكس هخليه فولس. وتشال الماكسمايز بوكس. يبقى انا كده في الاول وفي الاخر انا عملت حاجه بسيطه، برنامج بسيط. هنشوف كده البرنامج لما يتنفس. بضغط على لوكال ويندو ديباجر او اف 5 من لوحه المفاتيح، عشان اف 5 بتعمل لي ران للبرنامج. بيعمل بيلد. بعد ما يعمل بيلد يطلع ايه الويندو قدام. شايفين الويندو عامله ازاي؟ مفيش بقى ايه كده. ممكن اكتب انا اي كتابه مثلا، اكتب اي حاجه. بعدين ممكن اعمل فايل سيف. سيف فين سيف؟ لسه ما عملناش سيف، نيو اوبن بس. فبعمل سيف، عايزين نضيف السيف دلوقتي ويحفظ لي الملف ده على الهارد ديسك. وبعدين
في المستقبل لو عايز افتحه بعرف افتحه. الكلام ده ممكن نعمله ازاي؟ طبعا لازم نضيف اللي هي النيو اوبن، وبدل الهلب دي او اضيفها هنا ممكن اعمل هنا، ممكن اجي هنا اعتقد هنا فيه ممكن اغير دي يعني تبقى ايه سيف، ودي تبقى هي اوبن، ودي تبقى اكزيت. بس انا كده ايه، خدوا بالكم اكزيت لازم اروح اغير الكود بتاعها، لان انا كاتب اكزيت في مكان مختلف اللي هي مكان اوبن، اروح على اوبن اللي هو كان اكزيت، اروح اشيل دي، اروح اشيل دي، بعدين كنترول اكس، بعدين ارجع تاني اروح على الاكزيت دي واعمل دبل كليك، هيفتح لي الثانيه دي، اقول له كنترول في، تمام. يبقى احنا كده نقلنا الكود بتاع الاكس. فاضل الكود بتاع كل واحده من دول، نيو. النيو سهله ما فيهاش حاجه، خلينا نشوف الخصائص بتاعت المنيو. خصائص غيرنا المالتي لاين، غيرنا السكرول بارز. حكايه السكرول بارز دي جميله، ممكن ايه تنفعنا. نفتح هنا السكرول بارز جميله جدا، هاجي اضغط على التكست بوكس وبعدين هروح اكتب، اروح على حرف الاس، هتلاقي في حاجه اسمها سكرول بارز، اعمل بوث سكرول بارز فيرتيكال وبوث. بوث يعني ايه؟ التزلج، اللي هي اعمده التزلج اللي على اليمين وعلى الشمال، اللي هي فوق، اللي هي عموديه وافقيه، تمام. يبقى انا حطيتهم كده تمام، مفيش مشكله. طيب ايه تاني من الخصائص المهمه اللي ممكن نعملها؟ هعمل كمان قائمه السياق دي هشوفها بعدين. وبعدين هاجي بقى على الكود بتاع الفتح واحط الكود ده. الكود ده يعني ايه؟ الكود ده يعني في شويه، يعني شويه ايه؟ يعني الكود ده ادفانسد شويه. ادفانسد يعني متقدم. يعني ايه؟ حاضر اقول ايه؟ ان في كونسبتس كتيره موجوده فيه مش ممكن ما اكونش فاهمها، بس هو اصلا الهدف من السي بلس بلس ان نعمل حاجه اسمها الاوبجكت اورينتد بروجرام، ان انا مش لازم افهم كل التفاصيل، انا ممكن اعمل كوبي لده كده كوبي، وبعدين اروح على وده ايه، اوبن ولا كلوز او اوبن ولا سيف، لا اوبن. يبقى انا اروح فايل، فايل واوبن، دبل كليك عليها هيفتح لي دي، اجي عامل كده كنترول في، اجي عامل كنترول في، كنترول في هيفتح لي طيب نقول مع بعض الكود ده بسرعه. الكود ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها فايل دايلوج. فايل دايلوج اللي هي لما تضغطي على فتح ملف يظهر لك ويندو صغيره كده، هي دي الويندو، بيعمل انستنس منها، هنشوف موضوع الانستنس بعد كده. بعد كده بيكتب نوعيه الملفات اللي ممكن افتحها، كل الملفات اللي بالامتداد دوت تي اكس تي. ريستور دايركتوري دي معناها ان كل ما اجي افتح ملف الاقي نفس الفولدر اللي انا واقف عليه، ده معنى ريستور دايركتوري. بعد كده لو اليوزر ضغط اوكي يبدا يفتح الملف، يعني ياخد النص اللي موجود في الملف، ياخد النص اللي موجود في الملف يحطه في النص بتاع مربع النص. باختصار ده، باختصار الكود ده، واحنا مش محتاجين ان احنا نفهم كل خطوه فيه، لا احنا طبعا انا محتاج ان انا برضو اعرف التكست بوكس ده انا مسميه ايه، تكست بوكس واحد، فاروح اسميه تكست بوكس واحد. يبقى هو ده التكست بوكس بتاعي، تكست بوكس واحد. طيب انا اشوف ازاي لو انا عندي في الديسكتوب كده اشوف اذا كان في ملف ولا حاجه. اوكي اعتقدش انا عندي ملفات تكست، لكن ممكن نفتح السي مثلا. انا عايز اجرب هل هيفتح فعلا معايا ملفات ولا لا، فانا هفتح دي كده وبعدين بروجرام داتا، اعتقد مش عارف اذا كان فيه ولا لا، بس انا ممكن اعمل ايه، ممكن ادور من هنا على اي حاجه ستار
من هنا .txt star.txt، ادور على الملفات اللي فيها txt. اي ملف يظهر معايا مفيش مشكلة، اي ملف بس يكون فيه بيانات عشان استخدمه ان انا بختبر البرنامج بتاعي اذا كان شغال ولا لا. اهو في حاجة كويس. كده مش قادر يفتح، برنامج بطيء شوية. open file location، في ملف اهوت، هنفتح بس نشوف الكونتنتس بتاعته. ماشي تمام، MIT license، ما فيش مشكلة. هعمل copy ليه وبعدين اروح اقفل ده خالص واحطه على الديسكتوب. احطه على الديسكتوب، حطيته على الديسكتوب. بص بقى معايا كده، ده ملف txt. عايزين نجرب البرنامج بتاعنا هل هيفتح الملف ولا مش هيفتحه. هنعمل مع بعض run. خدوا بالكم الكود ده كود برضو المبرمجين من كتر ما بيشتغلوا فخلاص بقى شيء محفوظ، وبياخدوه كده زي ما هو يحطوه عندهم في البرامج بتاعتهم. وده الهدف، انا عندي برنامج فيه تعقيد، فيه وظائف كتيره، فانا بركز على الوظائف المهمة اللي محتاجها في البرنامج بتاعي. مش الهدف ان انا ابني كل حاجة from scratch، يعني مش الهدف ابني كل حاجة من